أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مع حلقة جديدة من برنامج ساحة التحرير. هذا البرنامج اليومي الذي يتصدى لكل المشاكل وكل المناشدات وأيضا كل المواضيع اللي تهم الفرد العراقي. اليوم من ضمن المناشدات اللي وصلتنا عبر بريد البرنامج وصلتنا مناشدات من أهالي قضاء أبو غريب لما تعانيه هذه المنطقة من مشاكل خدمية وصحية وأيضا من ناحية العمل والبطالة بالنسبة للشباب. يعني اليوم حايرين احنا منين نبدأ ونسولف في القصة من أعمدة الكهرباء الخشبية اللي تشكل حيز أكبر بالقضاء واللي تمتد جذورها إلى مناطق شاسعة وتشكل خطورة أكبر على المواطنين العزل هناك بالقضاء. وين دور وزارة الكهرباء عن هذا؟ وين دور البلدية عن هاي الحالات؟ ولماذا أخذت الصمت تجاه ذلك؟ أم من واقع المدارس الطينية واللي قمنا نخجل من طرحها ببرنامجنا وإحنا مقبلين على سنة دراسية جديدة؟ أين دور وزارة التربية؟ لماذا لا يوجد تقييم وإعادة إعمار من قبل الأبنية المدرسية التابعة للتربية وبالتحديد تربية الكرخ الأولى؟ أتوعز أسبابها إلى قلة التخصيصات المالية أم هي إهمال متعمد كونها من المناطق المهمشة ديموغرافيا؟ هي من مناطق حزام بغداد؟ أم نبدأ من افتقار هاي المناطق لأبسط حقوقهم المسلوبة وهي التلذذ بالماء الصافي وتجنبهم الأمراض والأوبئة واللي تشهد أغلب مناطقها عدم توفر الماء الحلو والصالح للشرب واللجوء إلى ماء البزل مثل ما يقولوا هناك، واللي حتى الحيوانات أجلكم الله ما تقتنع بشربه؟ كل هاي الأسئلة وأكثر راح نناقشها مع ضيفنا في داخل الاستوديو. راح يكون معنا ضيف عزيز علينا داخل الاستوديو، هو طبعا من أهالي قضاء أبو غريب، ويانا سيف الزوبعي ناشط مدني وسياسي وأيضا قيادي في حركة وعي، وأيضا من المفترض أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ أكرم العرسان مشرف تربوي ومتصدي سياسي. أول اثنين هم من أهالي قضاء أبو غريب، يعني من الضروري أنه يكون ضيوفنا يعني متعايشين بهذه الحالة حتى يعرفون هم أكثر الناس دراية بالمشاكل والمعاناة اللي تعانيها هذا القضاء. نبدي مع ضيفنا الأول سيف الزوبعي، مرحبا بك أستاذ سيف. أهلا وسهلا بيك ست نور، شكرا على الإضافة الجميلة من حضرتك، وبداية قبل كل شيء أحب أقول لك كل عام وأنت بخير، لأنه اليوم شفت عبر التواصل الاجتماعي أنه اليوم عيد ميلادك. شكرا جزيلا وأنت بألف خير، مشكور عزيزي. أستاذ سيف حديثي. نعم بداية حديثي اللي أريد أتطرق له وأنت تطرقتي له اللي هو موضوع الأعمدة الكهربائية الخشبية. اليوم اغلب مناطق ابو غريب هي بها خاصه المناطق الريفيه والقرى والارياف مالتها الداخليه، هي مناطق حتى المسؤولين ما يوصلوا لها، يعني اكو مناطق ماكو مسؤول نهائيا واصلهم، وهاي المناطق تعاني من ازمات خدميه كلش هوايه، ابسطها الكهرباء. الكهرباء اليوم الاعمده الكهربائيه خشبيه، الاسلاك نازله للاطفال بحيث الاطفال يلعبون بالاسلاك، وحالة كلش مأساوية. هذا بالنسبة لواقع الكهرباء. اليوم أبو غريب باقي بين مطرقتين، مطرقة السياسيين والترشيح والانتخابات ومطرقة قلة الخدمات. اليوم صراع سياسي. خلينا نحكي عن نقطة نقطة. أول شيء تطرقت لموضوع الأعمدة، أعمدة الكهرباء الخشبية. إحنا وين عايشين بيا زمن؟ يعني هي حتى أصلاً من أول ما اخترعوا الكهرباء هي الأعمدة حديد، ايش معنى انتم اعمدتكم خشب؟ للاسف ست نور اللي عايش الواقع مو مثل اللي ما عايش الواقع، احنا انت تقولين من فتحنا عيننا للدنيا شفنا الاعمده الكهربائيه هي حديد. نعم. بس للاسف اليوم الاعمده الكهربائيه بهاي المناطق هي خشبيه، لان هم من وعوا للدنيا شافوها خشبيه. هذا هاي المشكله مشكله اجيال، يعني مو مشكله استحدثت قريبا. المشكله كل هاي الاجيال وهاي السنوات اللي فاتت هم ما حد ما وصلهم، اي سياسي ما وصلهم، لذلك احنا زين بالنسبه للسياسيين كشباب واعين وكشباب منطقه ابو غريب ما بها ناس تجيكم وقت الانتخابات وتريد اصوات وتريد تثقف نفسها؟ يعني من ضمن الاشياء اللي المفروض اول شيء يسووه موضوع الكهرباء، يعني ابسط شيء هذا. زين للاسف هم يجون بس خدماتهم تعيسة وقديمة، وعروضهم صارت لا تغني ولا تسمن ولا زين. انتم كأهالي شلون تستقبلوهم من يجوكم ضيوف؟
وهم المفروض هم مسؤولين على هاي المناطق ومسؤولين على خدماتها والصحة والمياه والكهرباء وكل ما يهم الفرد وكل ما يهم السكان هناك داخل القضاء. يعني انتم مو تعرفونه بس وقت الانتخابات تجونا. ست نور، للأسف احنا واقعنا ومجتمعنا مجتمع عاطفي جدا، يعني اليوم يتعاطف ويا ابن عشيرته، يتعاطف ويا ابن منطقته، فاليوم ان يرشح واحد من يعني العشيره يعني الموضوع مو موضوع عشائر. اليوم انا اخويا اذا ما قدم خدمه لمنطقتي ما انتخبه مرت الاخ. لا الست نور، هذا الواقع اللي بنعيشه احنا اليوم هو واقع مرير جدا، انه لازم اوقف ويا الشخص اللي هو من عشيرتي. اذا الخلل وين؟ الخلل بالمواطن نفسه. بعض الاحيان اليوم المواطن لازم يعرف لمن يختار. اليوم المواطن لازم يعرف لمن يا شخص اللي يوقف بالضبط، لمن ينطي صوته، يا شخص اللي مفروض يفيده بالمستقبل. اليوم احنا الشباب من وصلنا لهاي المناطق وعرفنا مشاكلهم ونقلنا صورتهم لكم، اليوم يعني بينا وجهنا وتصدينا للعملية السياسية في سبيل انه نغير الواقع، نغير هاي الثقافة الموجودة القديمة، نغير الثقافة السياسية أخذ عليها الزمن فترة طويلة، وهي خلال 17 عام ما قدروا يقدمون أي شيء هذول السياسيين هاي المواطنين العزل اللي هم أصلا ناس فقرة، ناس بسيطة، ناس يعني عايشة على الفطرة. يعني مشكلة كلش كبيرة الواقع الخدمي بأبو غريب. يعني بس هل يا ترى كل أهالي القضاء ناس بسطاء وعايشين على الفطرة؟ لا، ماكو ناس يعني مثقفين واعيين يعرفون انه لازم اكو حقوق تؤخذ. اليوم احنا من صدينا ست نور، اليوم من صدينا العملية السياسية، لانه شفنا واقع خدمي كلش تعيس. فاليوم عندك ابسط شيء، قائم مقام ابو غريب صار له 11 عام هو متسنم المنصب مالته، نفسه 11 عام هو نفس القائم مقام زي. وهذا الشيء بسبب السياسيين المتنفذين بالمنطقة، وهم اللي محافظين على نفس المديريات. اليوم عندك أغلب مديريات البلدية مثلا، شنو اللي قدموه لأبو غريب؟ شنو اللي قدمته مثلا قائم مقام؟ اليوم القائم مقام تصل لك 11 سنة، تعال قول لي اقعد أنا وياك، أنا شاب من أبو غريب وشاب هسه متصدي سياسيا واعرف شحكي وياك، اريدك تجي تحكي لي شنو مشاريعك اللي قدمتها لابو غريب. النواب السابقين انتم خلال الفتره اللي فاتت، يعني ابو غريب صعدت اكثر من 5 إلى 6 نواب بالدوره واحده، كل شيء ما سووا لابو غريب. هاي اللي قدام عينك تشوفين، هاي احد المدارس اللي هي موجوده بقرى وارياف ابو غريب، قريه الزيدان، مدرسه تفتقر للمي يعني المي الصالح للشرب، ميهم من البزل، طلاب يشربون مي من البزل حتى يداوم، حتى بعدين يصير هو زين. هذا موضوع الدراسة وبدء العام الدراسي الجديد. أينا. وأكو احتمالية أنه وزارة التربية يكون التعليم عن بعد، تعليم إلكتروني ومنصة نيوتن وغير هاي المواضيع، ومن نجي نسألهم زين طلاب الأرياف وين حصتهم من هذا الموضوع؟ هل يا ترى أنه إحنا راح نقدر نأمن لهم منصة نيوتن إذا هم ما يشرب ما عندهم؟ الباب مال المدرسة، طبعا الصور اللي أرسلتها إنه باب المدرسة سادية بطابوقة، زين هاي طلاب هاي المدارس معناتها مناطق فقيرة ونائية، شلون راح نقدر نأمن لهم مستقبل افضل واحنا مدارس طابوق ما باني لهم؟ ست نور، بيوم من الايام كنت حاضر انا بهاي المدرسه نفسها، فكنت محاضر مجاني، اجتي مديره التعليم المهني فدت حي الطلاب يوم امتحاني، قلت لها ست انت تتوقعين انه راح تتخرج اجيال هيك مدرسه هي كانت طينيه اصلا، المدارس الطينيه لحد هسه منتشره، مدرسة آيلة إلى السقوط، ومدرسة حماماتها مو نظيفة، مدرسة يعني الإدارة مالتها ما قاعدين ب أجلكم الله الحيوانات، قاعدين بالأساتذة والمدير. فاليوم مشكلة كلش كبيرة، يعني اليوم أنت طالب يشرب مي من البزل، طالب صار لأشهر، يعني البارحة كنت بالمنطقة فلما أخذت الصور التقيت بأحد وجهاء المنطقة، قال لي صار لي اشهر طويله انا ما مغسل بصابونه بسبب المي المالح اللي يغسلون به ويشربون من المبازل. فهي مشكله كلش كبيره. اليوم الشباب اللي ظهر عندنا بساحات التحرير
ترى ما ظهر بس بساحة التحرير ولا بس بالعاصمة المركز بغداد، اليوم بكل مكان ظهروا عندنا شباب، شباب منتفضين على الواقع مالتهم. اليوم الانتفاضة لازم تبدي من كل بيت، اليوم كل بيت لازم يقول أنا أريد أغير، أنا أريد أنهض بواقع المنطقة، أنا أريد أنهض بواقع بيتي أصلاً. يعني بالنسبة للمي أستاذ سيف، نعم. بالنسبة للمي يعني كل الأهالي معتمدين على مياه البازلو ليشترون مياه تجارية. هاي المنطقة بالكامل بالكامل معتمدة على مي مبزل. والمشكلة يم كان دزيت للصورة كتاب، الكتاب الإسالة المي الصالح للشرب واصلهم من 2018 ومخصص لميزانية، بس للأسف دائرة المياه والمسؤولين الفاسدين الموجودين عندنا والنواب السابقين اللي مطالبين بالموضوع ما أعرف وين وصلت وياهم إلى أي حد. يعني اليوم كم نائب عندكم من أبو غريب؟ اليوم عندنا نواب اثنين. اثنين؟ نعم اثنين. بس يعني اليوم نقول مناطق نائية بالنسبة لقضاء أبو غريب هو مو ذاك البعد عن يعني مركز المدينة عن بغداد، ليش هذا الإهمال كله؟ ست القضاء أبو غريب كبير كلش، يعني قضاء أبو غريب اليوم طبعا نستغل وجودك ونريد نعرف أهم الأسماء الغريبة لهذا القضاء، يعني بعد ما نكمل المشاكل والمعاناة والمعوقات إن شاء الله. قضاء أبو غريب قضاء كلش كبير، يعني يمتد من بداية نهاية منطقة الغزالية والشعلة إلى حدود الفلوجة واللي هي النعيمية ومنطقة القرمر شرقا والنعيمية غربا. فاليوم أبو غريب مو صغيرة، أبو غريب كلش كبيرة، أبو غريب مساحتها تعادل ثلث بغداد كمساحة. فمناطقها البعيدة والنائية والفقيرة والريفية ما حد ما يوصلها من هذول النواب اللي قلت لك عليهم. هذول النواب اليوم متناحرين، اليوم نوابنا عبارة عن تناحر وتهاترات بيناتهم، ويعني مأساوية واقع يعني سياسي بعد الانتخابات جدا مأساوي. بعد الانتخابات ما حد وصلكم من نوابكم؟ اي اوكي وصلوا، وصلوا بس وين وصلوا؟ وصلوا يم بيتهم، كل واحد عنده بيته منطقة معينة وصل يم بيته وسوى أضوية سوى خدمات بسيطة، بس ما وصلوا للمناطق النائية، ما راحوا حطوا محولة بمنطقة بعيدة ومنطقة ريفية حتى كهربائتهم 120 فولت. زين بالنسبة للموضوع الانتخابات يعني ما ضل شيء، فراح تبدي حملات انتخابية وكذا، يعني أنت من خلال مع يعني وجودك مع الناس مع الأهالي شنو يعني أراهم إذا جو نفس المرشحين ودخلوا لهذه المناطق ويردون أصوات ويردون يعني يثقفون نفسهم داخل هاي المناطق، شنو ردة فعل الناس هناك؟ اليوم أنا متعايش في الناس بشكل يومي، يعني وياهم بالسوق وبالقهوة وبأي مكان. إحنا الشباب اليوم نبعنا من كل مكان، يعني بكل مكان نقعد وبكل مكان نشارك العالم. وانت ذكرت استاذ سيف ذكرت انه العشيره هي تدعم. اسمحي لي ست. زين اليوم العشيره يعني تمشي ورا كلام الشباب؟ هو اسمحي لي اكمل. اليوم الشباب ما تمشي ورا كلام العشيره، اليوم الشباب تقول لك انا اريد اغير. الشيوخ بعض الشيوخ الوجهاء العشائر اليوم مقضيها عزايم للنائب الفلاني وقاعده وصور للنائب اللاخ. فاليوم الشباب شافوا واقعهم مدى يتغير خلال 17 سنة، اليوم كلها تقول لك أنا أريد أغير، اليوم أنا أريد وجه جديد، أريد وجه واعي، وجه مثقف، وجه يقدر يعيش معاناتي، يقدر ينقل صورتي للإعلام، للجهات السياسية المتنفذة، يقدر يسوي لي شيء. اليوم عندنا شباب عاطل وشباب ما عنده لا شغل ولا عمل وخريج، وتلقيه يعني البارحة بأبسط مثال البارحة شنو التقيت بمجموعة الشباب شنو هدفهم؟ يريد يتزوج. ما عنده اي مصدر انه يخليه يتزوج. وسووا قرض 10,000 قد 10 ملايين هذا اللي يتزوج زوجه ثانيه. يعني بدل ما يدعمون الشاب اللي ما متزوج بالضبط المفروض. هاي طبعا يعني هذه هاي اشياء راح تولد مشاكل مجتمعيه، موضوع جدلي، انفصال راح يصير. صح صح. وخلينا نتطرق لهذا حالات الطلاق، يعني صح. يعني اكو اشياء عشوائيه وما مدروسه اذا يتخذوها، والاشياء الاساسيه اللي هي المفروض يدرسوها ويتخذون بها قرارات صائبه ماذا ما اعرف، يمكن اعتقد ما تجي على بالهم اليوم. ما يخص موضوع الشباب اليوم لو اكو دراسه واكو مستشارين حقيقيين واكو خبراء بهالمجال كان ما وصلنا للي وصلنا له حاليا.
كان ما وصلنا انه شبابنا تقتل في ساحات الاعتصام من اجل كرامه، من اجل وطن. اليوم الشاب يقول لك انا اريد اعيش كريم، وفر لي حياه كريمه وانا كل شيء ما رايد منك، اخذ المنصب واخذ الكرسي واخذ الحكومه واخذ كل شيء لك، بس انا رايد حياه كريمه. هو مو منه من احد، الشاب رايد يطلع يشتغل، ما رايد يصير مثل ابن الخليج قاعد بالبيت ويجي راتب، رايد يطلع يشتغل يقدم بالضبط. انجاز يعمل. يقول لك انا اريد اتعب واشتغل بس بالضبط. اريد اعيش حياتي الكريمه. اليوم يقول لك انا ما اريد مثل دول الخليج اللي من الصحراء للفضاء، لا، يقول لك انا اريد اشتغل، وفر لي معامل، قطاع خاص، مصانع، وفر لي تعيين حكومي، وفر لي حتى لو منظمه صحه مجتمع، بس عيشني، بس عيشني وحسسني انه انا مواطن، حسسني انه انا مواطن. اليوم للاسف العراقي يحس نفسه قاعد ببيت ايجار مو وطنه، وهذا مشكله كلش كبيره. اليوم احنا نريد وطن، نريد كرامه، نريد نعيش حالنا حال بقيه البلدان، يعني خلي ننقل تجربه مال بلدان عاشت نفس ظروفنا واسوأ من ظروفنا، وابسط على فكره ما حد عاش اسوأ من ظروفنا، بس ابسط من ظروفنا اليوم تغير واقعهم. ناس يعني بلدان من حاله فقر تام الى اليوم ازدهروا. من الاحلام الورديه اللي تحلم بها الحكومه، يوم امس طبعا كان هنالك مؤتمر لوزاره التخطيط، من ضمن يعني معطيات المؤتمر كان انه ما اعرف يعني كانت ابره مخدر ابديه هاي، موضوع القطار المعلق في بغداد. زين قلت له يا بس ان شاء الله شبابنا اول مره بلطوا شوارعنا اول مره، اقول يا ستنا خلينا متفائلين. زين اوكي احنا نتفائل غير بالشيء المعقول. ست نور احنا عندنا بابغرب افرع وشوارع الدواب ما تقدر تمشي بيها، هو يحكي لي بالقطار المعلق، يا بخلي يجي يسوي لي الشوارع مالتي يبلط لي اياها والمجاري بابغرب. على فكره ما يحتاج، ما على يحتاج فكرة على فكرة افتحوا لي الطرق المسدوده. ابو غريب اليوم، لا ابو غريب اليوم خليني احكي لك على واقع منطقه انا عايش بيها. ابو غريب اليوم تفتقر المجرى واحد ما بيها، مجاري ما بيها ابد نهائيا. طيب شلون تصرف المياه الثقيله؟ المياه الثقيله وين تصرفوها؟ للاسف يسحبوها بخزانات، يسحبوها يعني هذا كله هذا موضوع المياه وموضوع سحب المياه الثقيله، هاي كلها هاي مصاريف تقع على كاهل المواطن هناك. اكيد اكيد المواطن هناك اللي هي المفروض الحكومه موفرتها مجاني. اكيد المفروض، يعني المفروض اصلا ميزانيات، وين تروح الميزانيه؟ اليوم خلينا نضرب يعني نجيب تجربه الفلوجه اللي هي قضاء الفلوجه وقضاء ابو غريب، اقرب قضاء علينا، وخلينا نشوف احنا وين وصلنا وهم وين وصلوا. انا اليوم طبعا قريت احصائيه سووها احد شفتك ناشرتها، يعني عن نسبه الجريمه صفر، نسبه الخدمات 100%، نسبه الفقر والجهل والمعرفة اكو، يعني اكو شغل، يعني اذا اكو رجال تشتغل اذا عندهم فكره حقيقيه وجهد حقيقي، واكو فلوس ايضا. العراق بيه فلوس مو ما بيه، لكن ما عندنا خطط تنمويه. ست نور اليوم احنا لو عندنا فكر حقيقي، لو عندنا وعي تام، لو عندنا ثقافه حقيقيه، اليوم احنا نرتقي بمناطقنا. يا اخي انت نائب تريد تبوق، بوق بس اشتغل، ترى بقيه المناطق مو نزهة نهائيا، ما بهم واحد نزيه، بس دا يشتغل، دا يقدم شغل. اليوم انا للاسف ما دا اشوف اي نائب بمناطقنا يشتغل ربع الشغل الموجود. وحتى من اليوم النائب مثلا عن قضاء ابو غريب من يجي يقدم خدمه لاهالي القضاء، هذا راح تكون استمراريه له بالبقاء بالحكومه. بالضبط. انه من يجي يرشح مرتلوخ يكون اول الناس المقبولين عندهم. بالضبط. ويختاروه مره ثانيه، انت يعني ليش تفكر انه اليوم بس جاني بهاي 4 سنين اخذ اللي اقدر عليه واروح؟ لانه فكرهم قديم ووعيهم قديم. اليوم احنا الشباب جينا بفكر جديد، وعي ثقافي جديد. اليوم فكرنا ووعينا شو يقول؟ يقول انه اشتغلوا واخدموا اهلكم، هم راح يرفعوكم، هم يصعدوكم مرتين وثلاثه واربعه، بس لما انت ما تشتغل ولما ما تخدم منطقتك ولما جاي بس صورني وارجع، لا والله بعد حتى ثقه المواطن قلت كلش، وللاسف خلوا ماكو ثقه بين السياسي وبين المواطن. نعم. يعني اليوم خلينا نحكي على موضوع الثقه. اليوم اغلب العالم تمتنع من التصويت الانتخابي بسبب قله الثقه بين المواطن والسياسي.
اليوم سياسيين اغلبهم ملتهين بصفقات وسفرات وامور ثانيه هم يعرفوها كل الزين. عندك رئيس وزراء كفتر العالم كلها بهذا الاسبوع، والمواطن قاعد يتفرج. اوكي، وعنده خوش مصوره. وعنده خوش مصوره فيه. بالضبط. فقلت لك اليوم سياسيين للاسف وظيفتهم صورني وبس. صورني وبس، كل شغل ماكو، كل خدمات ماكو. نعم. بس احنا اليوم بوعي، خليني اوصلك هاي المعلومه سيد. بوعي احنا اليوم بوعي فكرنا انه نسوي ازاله هاي ازاحه الشخوص. جيليه. بالضبط، ازاحه جيليه. الازاحه الجيليه تعني انه تقصير المسافه على الشباب للوصول للحكم. انا اريد اسال بخصوص الازاحه الجيليه، برايك يعني احنا اليوم نقدر كشباب نزيح هذا الجيل من السياسيين والطبقة السياسية ونجيب وجوه جديدة اللي هم الشباب؟ الشباب مو أي شباب طبعا، أكيد الشباب الواعي اللي عنده فكر، الصادق الأمين اللي يريد يشتغل فعلا، مو بس مجرد يريد يقعد على الكرسي وعنده منصب وأني والله صرت نائب. عفوا ست نور، برنامج اسمه ساحة التحرير. التحرير. ساحة التحرير سوت، غيرت رئيس وزراء. بياسمن كان يتغير رئيس وزراء، فالشباب اليوم اللي غيروا رئيس وزراء يقدرون يغيرون نظام حكم كامل. صح، احتمال الموضوع يحتاج وقت، لكن التغيير قادم ان شاء الله. نعم. طبعا استاذ سيف، فيما يخص موضوع ايضا نبقى احنا نتحدث عن موضوع الخدمات، يعني انا يعني قرات باحد التقارير الخاصه بقضاء ابو غريب انه هناك ماكو تكون مقلع للنفايات، هذا هم ايضا موضوع مهم. اي والله اليوم اذا ماكو مقلع نفايات باي منطقه هذا راح يولد اوبئه او امراض للمنطقه، هاي رقم واحد. رقم اثنين، طريقه التخلص من هي طريقه الحرق. اكيد طريقه الحرق همينا بها توابع صحيه، غازات. عندك امراض الربو، امراض تنفسيه، واحنا ناهيك عن موضوع وباء كورونا اللي هو يعني مستشري بالعالم كله. طيب يعني شنو الحل تجاه هذا الموضوع اليوم؟ امانه بغداد شنو شغلها؟ شنو دورها وياكم؟ طبعا انا اشكرك انه طرقت لهذا الموضوع، هذا موضوع بما انه انا بيولوجي في اختصاصي. اليوم للاسف السياسيين وبعض الوجهاء اللي عندنا بابو غريب جابوا لنا سرطان كانسر وخلوه بالمنطقه اللي هو الطمر الصحي. الطمر الصحي لحد اليوم هذا مدى تنتهي مأساته، رغم انه انزاح قبل. شنو هو الطمر الصحي؟ الطمر الصحي هو جمع النفايات كلها، النفايات الثقيله والنفايات الخفيفه، وتحرق بمحرقه خاصه. المشكله اليوم هاي المحرقه والعوائل اللي قريبه عليها، واني اصلا عندي بنفس المنطقة مختبر تحليلات مرضية، فشفت انه بالفترة الأخيرة المناطق القريبة على هذا الطمر الصحي كثرت بها إصابات سرطان الرئة. الإصابات الحساسية الجلدية، لأنه هاي الغازات اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون وبقية الغازات النيتروجينية ملامستها للجلد أو الدخان اللي لما يطب للمجاري التنفسية راح يسوي مشاكل كلش هواية. نعم. طبعا اليوم الأطفال القريبين على هاي المكبات أو الطمر، الأطفال لعبهم كله بداخل هذا الطمر الصحي. اليوم كثرة الأوبئة أو الأمراض، اليوم المشكلة مو بس مشكلة صحية من هذا الطمر، وإنما مشكلة بيئية. نعم. اليوم تلوث البيئة، الاحتباس الحراري، تسرب السوائل من الطمر الصحي للتربة خلى المياه بالمنطقة. نعم. كاملة أستاذ سيف، احنا غير صحية. نرجع نكمل وياك حديثنا عن هذا الموضوع، موضوع النفايات والطمر الصحي، لكن خلي ناخذ اتصالنا مع الأستاذ أكرم العرسان مشرف تربوي ومتصدي سياسي، لأن بصراحة تعرف يعني الاتصالات مو مضبوطة بالعراق فخاف ينقطع. مرحبا بك أستاذ أكرم. اهلا وسهلا بك، حياك الله استاذ اكرم. يعني احنا اهلا وسهلا، احنا اليوم نتحدث. نشكركم ونشكرك تحت الفرصه الحديث عن هذه منصه مفتوحه للجميع، لجميع العراقيين طبعا. للجميع اكيد طبعا. اكيد نشكر مشاهديكم الكرام. شكرا لك. احنا اختي العزيزه طالبنا اكثر من مره. خليني اسالك اول مره استاذ اكرم. طالبنا اكثر من مره ابتعاد وزاره التربيه عن المحافظه والمناكفات السياسيه. نعم. وفصلها عن المحافظه. يعني حضرتك تعلمون والجميع يعلم ما هو دور المحافظه في وزاره التربيه وما هي تدخل المحافظه في وزاره التربيه.
بل زاد الطين بلة عندما صارت صلاحيات وزارة التربية تحول الصلاحيات إلى المحافظة. نعم. ولكن دون جدوى ولا يوجد أي دعم من الحكومات منذ 2003 لحد الآن لوزارة التربية. نعم. بل تتعمد الحكومة بتأخير رواتب المعلمين أكثر من 50 يوم. تعرفين أنت حضرتك في يناير أن المعلم أو الموظف وكل وزارات الدولة عند التزامات مالية. نعم. إيجار، مواليد، مصرفيات. نحن إذا أردنا النهوض بالواقع التربوي نحو الأفضل والعبور إلى بر الأمان يجب اعتماد خطة عمل واضحة للوزارة، وعلى رئيس الوزراء أعطاه اهتمام كبير لوزارة التربية التي يتخرج من أجلها الطبيب والمهندس والمهندس. نعم. أختي العزيزة، قبل فترة أستاذ أكرم، قبل فترة كانت تكون زيارة للكاظمي لقضاء أبو غريب، وقبلها وبعدها زيارة للحلبوسي، شنو اللي قدموا أثناء هاي الزيارة؟ بس هي مجرد أي خطوة نحو الأمام خاصة في الوزارة التربوي، أي خطوة لا توجد. عندي أكثر من 175 مدرسة ابتدائي، 175 في الأرياف في الأرياف أبو غريب، وهذه تعاني من توجد كادر، بل مرات عدة مرات يوجد المدير والمعاون مالته جزاهم الله خير المحاضرين اللي هم عددهم 1000 محاضر لم يحكم الامر مالتهم لحد الان صار لهم 10 سنوات. يعني تعتمدون بمدارسكم بسد الشواغر على المحاضرين المجانيين؟ اي نعم. على المحاضرين عندي اكثر من 6 ثانوي كل سنه يتخرج من عندها اكثر من 40 دكتور يبرهم من عدم وجود كادر كافي خاصة أمين الفيزياء الرياضيات الإنجليزي. نعم. طيب أستاذ أكرم، يعني إحنا من المفروض مقبلين على عام دراسي جديد، فبظل جائحة كورونا هناك خطة موضوعة من وزارة التربية بخصوص التعليم الفصلي أو يعني داخل الفصل داخل الصف أو الذهاب إلى التعليم الإلكتروني عبر منصة نيوتن. اليوم خليني أكمل سؤالي، اليوم بخصوص منصة نيوتن شنو حصة طلاب قضاء أبو غريب من هذا التعليم؟ الأمور اللي هي بالأرياف لا يوجد لديه جهاز، لا يوجد لديه اتصال، نت ماكو بالمنطقة، هاي الحالة شو راح يتعلم يساعد ابنه؟ أكثرهم أمية. بالضبط. زين هو يعني الأم والأب أمية ما يعرف يستعمل، يطلع عمال على باب الله بالفجر ما يرجع بالليل. زين بهاي الحالة يحير يصيرلهم نت وتليفونات وأجهزة، وهو أصلا ماكو نت بالمنطقة. هو يا دوب ده يقدر يدزهم للمدرسة اللي عندي دوام ثلاثي، عندي دوام ثلاثي، عندي أكثر المدارس دوام ثلاثي دينا. شلون دوام ثلاثي؟ الصف يوصل ل 80 صف. يعني شلون دوام ثلاثي؟ الصبح والمساء وبالليل؟ اي. اها. ايش دوام يدي وراء ودوام الثالث يدي بثلاث العصر. تمام. بدايات عدة بنايات لست التلاميذ، عندي أكثر من 1000 تربو حق البكين من 2017. نعم. وبالنسبة يعني هسه تمام آمنتوا بالله المدارس من طين وكذا، زين أثاث مدرسي عندكم لو الطلاب بيجلسون على الأرض؟ موجود أثاث مدرسي، موجود رحل، بس دارتك يعني قلت مدرسي لو منزلي كان اذا 20 او 25 رحله لا تكفي لدروس التلاميذ، الرحله الواحده يقعد 3 أو 30. يعني الرحله الواحده تتحمل 3 طلاب او 4. اي نعم. 19 تحت الان وهذا مخالف اكيد، خاصة الان يعني ولن يكتب من تاريخ الثغر، يعني اكثر المعلم 2 و3 بسبب وزارة المالية، وهذا مخالف لا نعم وهذا الموقف. طبعا الاتصال والصوت جدا رديء، نعتذر منك استاذ اكرم.
الصوت يعني كلش يعني دي يتقطع الصوت، ومدى توصلنا المعلومة بشكل يعني اللي مطلوب بشكل الريده بشكل يعني. شكرا جزيلا لك، ويعني نرجع ونحكي على موضوع الاتصالات وشبكات الاتصال الرديئة جدا بالعراق، ما نعرف شو كنت راح يكون الحل. شكرا لك استاذ اكرم العرسان، مشرف تربوي ومتصدي سياسي. يعني حسب ما فهمنا، حسب ما وصلني من كلامه، انه هناك معاناه كبيره تعانيها مدارس قضاء ابو غريب، 175 مدرسه ابتدائيه تضم اعداد الطلاب بها اعداد غير صحيه، الصف يتحمل اكثر من طاقته الاستيعابيه. يعني كنت اتمنى انه اسال بموضوع انه لو بدت الدوام والعام الدراسي الجديد، طيب احنا المفروض اليوم عندنا تباعد اجتماعي، هذا التباعد الاجتماعي شلون راح يكون؟ ما نريد الجواب على اسئلتنا. نروح بالسؤال الى استاذ سيف الزوبعي. عيني ست نور، بالنسبه للكثافه الطلابيه في بعض مدارس ابو غريب يوصل اعدادها لل 800 الى 1000 طالب، زين هاي شلون انت راح تقدر تسيطر على التباعد الاجتماعي بين الطلاب؟ خاصة إذا كانوا هم طلاب ابتدائية. طلاب الابتدائية ما تقدر تسيطر عليهم بسهولة حالهم حال بقية الأعمار الفئوية. نعم. مثلا أبو المتوسطة والإعدادية تقدر أنت مثلا تقنعه أو توعيه. نعم. أو تخلي له لافتة يقدر يقراها، في البوستر يقدر يقرأ أنه ممنوع الاقتراب أو رحلة بعيدة عن رحلة، زين إذا أنت اليوم حتى أثاث حسب ما افتهمنا من أستاذ أكرم، أثاث مو كافي، موجود الاثاث بس مو كافي، زين اليوم شلون تقعد كل طالب؟ متهالك ايضا يعني. متهالك. يعني الرحله نصها طاير. انا شايفهم بعيوني، انا عايش وياهم وعايش بالمدارس، وقلت لك بكل مكان انا متعايش ويا المجتمع. اليوم الاثاث متهالك، بس احنا ما نريد نروح لغير طريق بحكينا، اليوم خلينا نحكي بموضوع التباعد الاجتماعي اذا كانت الدراسه صفية. الدراسة الصفية تحتاج إلى تباعد اجتماعي، هذا ما راح يحصل. هي بالحالتين، يعني إما تباعد دراسة صفية أو تعليم إلكتروني عن بعد. بالحالتين هم مظلومين. بالحالتين راح ينظلمون. هم مظلومين من زمان. من زمان، يعني قلت لك الظلم هذا اللي صار بأبو غريب متراكم جدا. لا سنة ولا سنتين ولا حتى ال 17 سنة. طيب خلينا نتحدث بمواضيع اخرى نستغل الوقت. انا بس اريد اتطرق لموضوع الطمر الصحي، ما كملنا. نعم، كملنا، ولكن يعني خلي كل فقره نجاوبها باختصار حتى يكفي الوقت، لان عندي بعد بس اريد اقول معلومه بسيطه على التمر الصحي. التمر الصحي والرساله اللي توصلها المجتمع ابو غريب انه التمر الصحي هو عباره عن سرطان زرعت الاحزاب السياسيه والمستفيدين بمنطقتكم، وراح ترجع. الان اكو مساعي لعوده التمر الصحي لابو غريب. ليش هسه حاليا؟ شنو اللي حاليا توقف التمر، صار له تقريبا سنه توقف عن العمل به، ويدفنون على اساس بالتمر القديم. حاليا بلشوا يحفرون حتى يسوون تمر صحي جديد، يعني تعرفين اللي صاحب يعني الارض. استاذ سيف، يعني بقيت دول العالم حتى هذه موضوع النفايات هم يستثمروه باشياء اخرى، تدوير. بالضبط، هذا اللي ردت تحكي عليه. يعني انا اللي ردت تحكي عليه، اليوم انت كسياسي بدل ما تجيب التمر الصحي لمنطقتك، جيب لهم او فعل المصانع القديمه اللي بالمنطقه. احنا ابو غريب يا مكثر المصانع والمعامل اللي عندنا، بس كلها غير مفعله، يعني من وراء 2003 لليوم ما تفعلت. فعل هاي المصانع، رجع هاي النفايات بإعادة التدوير، رجعها إلى مواد أولية تقدر تشغل نص شباب أبو غريب. يعني إحنا بأيام الحصار كانت عندنا معامل لتدوير النفايات، الورق ورق، البلاستيك بلاستيك، الحديد حديد وغيرها. اليوم يعني وين صارت هذه؟ هاي كلها مشاريع، كلها مشاريع لو فعلت ما نحتاج إنه شبابنا يدورون على فرص عمل. للأسف فكر واعي ماكو بالحكومة العراقية أو بالحكومات العراقية اللي تراكمت علينا من 2003 لليوم. نعم. لو كان هناك فكر واضح، لو كان هناك فكر واضح وفكر حقيقي وفكر هدفه بناء مو تهديم، كان هسه احنا مو بهذا حالنا. نعم. استاذ سيف، هناك في قضاء ابو غريب مناطق متنازع عليها، شنو هاي المناطق ومن اللي متنازع عليها؟ يعني شنو المشاكل اللي صايرة؟ هاي المناطق صايرة لا هي للسماء ولا هي للقاع. شلون؟ مناطق لا هي تابعة لأبو غريب ولا هي تابعة للأنبار. ولا البغداد؟
لا لبغداد ولا للأنبار. زين. صاير على الأطراف أو على الحدود مثل ما يقولون. هذول خطية لا هم للسماء ولا هم للقاع، لا خدماتهم معروفة منين تجي ولا خدماتهم معروفة منين تتوفر. طيب. يعني اليوم يقول لك ابو الانبار انا اوفر لك مستوصف، بس هي كلها باقيه بحدود العراق، يعني ما طالعه خارج حدود العراق. هذول اليوم اكو ناس تمشي من مشروع تقسيم العراق، فانا شايل هم هذول العوائل الخطيه والناس اللي ساكنه بالاطراف. يعني في حال اذا صارت الانبار هذول وين راح يروحون؟ في حال اذا صارت الانبار اقليم، يعني هذول ما يعرفون شنو مصيرهم. ما يعرفون شنو مصيرهم، ما يعرفون. يعني اليوم لا هم بالجنه ولا هم بالنار، ولا هم اصلا عايشين. يعني لو يوصلوهم النواب هناك والمسؤولين كان شافوا وضعهم الصحي شلون. يعني اليوم اغلب الحالات اللي شفتها قلت لك كان متعايش ويا المجتمع بشكل يومي. طيب هسه تركنا من الحكومه وتقصيرها، زين منظمات المجتمع المدني شنو دورها هناك؟ توصل لو ما توصل؟ اكو بعض المنظمات وصلت وقدرت تقدم مساعدات بسيطه، بس للاسف اليوم حتى الصوره ما تنقل بصوره صحيحه. قلت لك اللي يوصلون اليوم من اللي يصدر السياسي؟ من اللي مستفيد؟ من المستفيد عدم وصول الصورة بوضوح؟ المستفيد السياسي. السياسي اللي مصدر وده يحكي باسم المنطقة. اليوم يقول لك أنا من ما أوصل الصورة للإعلام، من ما أوعي العالم، ذولا راح يبقون إلي تابعين. اللي أسوي لهم إياه راح يحسوه كلش كبير، مع العلم هو كل شيء ما مسوي. نعم. طيب بقضاء أبو غريب أيضا كانت تأوي كثير من النازحين، اكثر المناطق ايواء للنازحين، شنو وهل لا زال اكو نازحين لو لحد رجع الان؟ لحد الان لحد الان اغلب مناطق ابو غريب هي عباره عن مخيمات بها نازحين لم تتم المساعي لعودتهم لمناطقهم. من وين هذول النازحين؟ من وين؟ اغلب اغلبهم من الانبار او المناطق المتنازع عليها اللي كنا نحكي بيها. هاي تهدمت بيوتهم واحترقت اراضيهم الزراعيه وبساتينهم، فبقوا لا حول ولا قوة، يعني بقوا مجرد قاعدين بالمخيمات، وولدهم يطلعون قبل كانوا عايشين بالأرياف ويقدرون يزرعون ويربون المواشي، اليوم ولدهم يعني يشتغلون عمار. يعني أبو غريب يعني كل العراقيين يعرفونها من زمن قريب وبعيد، العراقيين دائما صباحهم يبدو من أبو غريب، من معمل ألبان أبو غريب وألبانها. كذلك موضوع المنتجات الزراعية والمحاصيل الزراعية، تشتهر قضاء أبو غريب بالخضرة والوفرة. اليوم شنو وضع المزارع؟ شنو وضع أبو غريب المعمل؟ يعني ممكن تحكينا عن هذا الموضوع؟ ست نور، خلينا نحكي بموضوع الزراعة. اليوم ماكو أي دعم للمزارع، أي دعم متوفر الدولة للمزارع، لا أسمدة لا بذور، وحتى لو وفرتهن فراح يكون المحصول الزراعي مالته فلس ونص بسبب فتح الاستيراد. إذا الاستيراد مفتوح هو شو يسوي بالمنتج العراقي اللي راح أصلا بعدين ما يفك حتى فلوس اللي اشترى بيهن البذور؟ لازم يعتمدون بطريقة بيعه بس على الطريق الخارجي يعني بالشارع. بالضبط. ما يروحون للعلوة أصلا بيهم، ما يبيعوا. مرة واحد جاب لي سيارة مال البطيخ محملة، قال لي هاي لك هدية. قلت له ليش؟ قال كلها بألف دينار. صحيح فعلا والله. يعني احنا يعني كنا نشاهد هاي الحالات على السوشيال ميديا، واتلاف صناديق الطماطة والخيار والبطاطا وهاي المحاصيل الزراعية الاستراتيجية اللي باقي الدول تتمناها. احنا اليوم المحاصيل الزراعية والخضرة العراقية تمتاز بنكهات ما موجودة بكل العالم، لكن اليوم احنا الفساد المستشري وفتح ابواب الاستيراد على مصراعيها اثرت بشكل كبير على موضوع المنتج الوطني وصناعه في العراق، اللي اليوم نتمنى انه نعتمد على هذا البراند صناعه في العراق. والله هاني من المشجعين لهالموضوع لدواعي العالم. اليوم كنا عندنا هاشتاج دعم المنتج الوطني، طبعا بتغريدات على تويتر، كان اذا بوست على الفيسبوك، على انستغرام، كل مكان. اليوم احنا عندنا هاشتاج دعم المنتج العراقي، بس اليوم اذا احنا دعمنا المنتج العراقي كمواطنين واشترينا وبقت الحدود مفتوحه والاستيراد مفتوح، اي ما نشتري، احنا المفروض نقاطع هاي المنتوج احنا كمواطنين وكمستهلكين. احنا المفروض اليوم نقاطع المنتوج اللي
مو عراقي، على الاقل تقدير بما يخص المنتوجات الزراعيه. انا وياك نقاطعه والبقيه. هم لازم نقاطعه، احنا دورنا كاعلاميين ودورنا كنشطاء. هدفنا كنشطاء احنا نوعي المجتمع. نوعي المجتمع على انه لازم الكل يقاطع المنتجات الخارجيه وندعم المنتج الوطني، لان هذا الشيء راح نرتقي به، ومو بس مجال الزراعه. اليوم نقدر ندعم المنتجات المعامل الألبسة الرجالية، الأطفال، النسائية، معامل الأحذية اللي عندنا، نقدر كل استيرادنا يكون محلي، وبهيك حالة راح نقدر نرتقي بواقع البلد، لأنه البلد الآن يمر بمرحلة عصيبة جدا، وهي مرحلة يعني حتى نقص الميزانية، يعني حتى الأسعار بالنسبة للمنتج المحلي هي أرخص من المنتج المستورد. طيب ليش أنا أروح على الغالي وأعرف الاشياء اللي ضمن امكانيتي وحدود امكانيتي وميزانيتي؟ يعني هاي انا مفارقه ترى. اليوم الماركات العالميه بدها تتنافس بشكل كلش كبير بكل مكان، يعني اليوم انت بدل ما تشيل تليفون لك الايفون تقدر تشيل تليفون صنع محليا بالعراق؟ لا، اكو مفارقات، لازم واحد يكون متواصل ويا العالم الخارجي، بس مو بشكل كلش كبير. يعني احنا خلينا منفتحين ما يخص موضوع مثلا المنتجات الغذائيه، منتجات الالبان، المحاصيل الزراعيه، هاي الاشياء. يعني ما قصدت انه اجهزه كهربائيه والكترونيات، احنا ما عندنا هذا هاي الامكانيات. احنا اليوم هدفنا هو وعي، توعيه العالم، توعيه الناس، توعيه المجتمع، توعيه سياسيه، اجتماعيه، اقتصاديه، تربويه. فلذلك لما نحكي بموضوع انه شلون اوعي المجتمع على دعم المنتج الوطني، اول شيء لازم الدوله وهم تدعم وياي. يعني اليوم الفلاح لما يريد يزرع الحقل مالته الزراعي يحتاج دعم من الحكومه، اليوم اغلب الفلاح قاطعوا الزراعه. انا واحد من الناس عندي وصارت هجره من الريف للمدينه، عندي 100 دهنه ما مزروعه. لانه بابسط مثال يعني زراعتها ما بيها فائده. فلذلك صارت الهجرة على قولت ست نور، صارت الهجرة من الريف للمدينة، بينما قبل يحجون أهلنا يقولون كانت الهجرة من المدينة للريف، لأنه الدولة تساعد المزارع. اليوم ماكو مساعدة للمزارع، المزارع لا حول ولا قوة. يعني اليوم يزرع ويتعب ويطلع أهله كلهم وياه يشتغلون، وتعب بالحر وبالبرد، وبالأخير يطلع هو مديون على زرعاته. طيب خلينا نحكي على موضوع الشباب وشلون يقضون وقتهم هناك. عندكم دورات، بطولات، يعني نشاطات رياضية؟ طبعا النشاطات الرياضية هي المتنفس الوحيد اللي باقية للشباب، واللي احنا دائما نحاول ندعم النشاط الرياضي، لانه شبابنا اليوم كلهم عطالة بطالة. فوقت العصرية والمغربية يطلعون يلعبون طوبة. شنو نوع الأنشطة؟ زين الكرة القدم وين يلعبوها؟ بمثلا ساحات مغلقة؟ ساحات ترابية للأسف. هسه ببعض المناطق من أبو غريب، اليوم خلي لا أظلم كل أبو غريب وأسويها أرياف وقرى، خلي أحكي على المناطق المتمدنة أكثر. أغلبها بلشوا مستثمرين يسوون ملاعب للتارتان وملاعب ثيل طبيعي ويأجروا ساعات. فلذلك اي جهر. لا لا ماكو شيء، ماكو شيء اليوم اسمه مجاني، ماكو شيء اسمه مجاني. اما الساحات الترابيه فهي الوحيده المجانيه المتاحه الوحيده المجانيه. طيب بالنسبه للبلديه، بلديه ابو غريب، يعني اكو دعم لها لو تعمل بجهود ذاتيه؟ اليوم البلديه طبعا ما تقدم الشيء المطلوب اللي يرجوه المواطن. اي ويقول لك انا اليوم يعني ما عندي تخصيصات ماليه، لانه التخصيصات الماليه اللي توصلهم ضعيفه جدا. احنا بنفس الوقت ما اريد ان اظلم المجلس المحلي او المجلس البلدي، رغم تقصيرهم، يعني رغم الامكانيات اللي عندهم يكون مقصرين، بس اليوم الدعم ماكو. يعني اليوم ابو غريب مهموله من الحكومات، تراكم الحكومات السابقه مهموله لحد الان. احنا بال 2020 قضاء تابع لبغداد ما بي مجاري؟ مجاري ماكو ست نور، تعرفين يعني شنو اليوم المي مال البيت اذا تغسل الطرمه يطلع بالشارع ويغرق الدنيا؟ اليوم مشكله كلش كبيره، العالم دا تعاني من عندها، هي نقص الخدمات وخاصه المجاري والتبليط. هاي المناطق المتمدنه دا احكي لك عليها، اما الارياف فاليوم عندنا اليوم عندنا بالارياف بالعكس كثره التباليط، واللي يطلعوها السياسيين
بس للاسف لانه ماكو مجاري، فماكو مشروع مجاري، يقول لك عادي أبل اطلع. يعني حلو الترقيعيه، يعني هو المفروض الاساس نبلش بالمجاري، اساس مجاري وبعدين نخلي لذلك التبليط. لذلك هم مأجلين مشروع المجاري مال ابو غريب وما دا يسووه حتى لا يبلط. لانه يقول لك كل ما يجي المواطن يقول لك يابا ليش ما تبلط لي انت يا السياسي؟ ليش ما تدعي لي بالتبليط؟ يقول لك مجاري ماكو، مشروع المجاري لحد هسه ما انطرح من الدوله. والله خوش حجة أقول له عاشت إيدك. طيب يعني أستاذ سيف الزوبعي ناشط ومدني سياسي من أهالي قضاء أبو غريب وعضو حركة عفوا مكتب سياسي في حركة وعي، شكرا جزيلا لك وشكرا على تواجدك معنا، وإن شاء الله يكون كفينا ووفينا بطرح مناشدات أهالي قضاء أبو غريب، وإن شاء الله يوصل صوتكم ومناشدتكم للجهات المعنية والمختصة. إن شاء الله. شكرا لك، وأيضا شكر موصول للأستاذ أكرم العرسان مشرف تربوي ومتصدي سياسي، كان معنا عبر الهاتف لكن يعني على الرغم من سوء الاتصال أخذنا من عنده بعض المعلومات الكافية. وأنتم أيضا مشاهدينا شكرا جزيلا لكم ودمتم بألف خير.